سأهدي إليكم من كلامي قصيدة أقدمها لنفسي يوم التغابن، أروم بها إحياء علم عقائد درسنا فلم يحفل بها كل معتني. فأول علم يلزم العبد فرضه على الفور توحيد الإله المهيمن، فإن أدرك التوحيد درج غيره، وإلا فما أحراه شبها بذي وتني. أقول بالله حق حقيقة، وقد كان لا كينونة من مكوني، كما كان قبل الخلق قد كان بعده، وقد سبق الأوقات كونا بلا كني. أهلين ومرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليبيا زي ما هي، ضمن سلسلة فسيفساء، السلسلة الرمضانية الاستثنائية اليوم. ومن ضمن المواضيع زي ما قلت الرمضانية، بنتكلم على شخصية ليبية مهمة هاجرت للعراق لطلب العلم، ومشت للبصرة باش تطلب العلم الشرعي، تحديدا كان في البصرة، وتطلب العلم الشرعي في حوالي سنة 105 أو 110 هجرية. تأكدوا معاي، 105 أو 110 هجرية، وهيك يكون هذا أقدم ليبي طلع من ليبيا لتعلم أمور الدين على الإطلاق. أقدم طالب علم شرعي في ليبيا طلع لتعلم علوم الدين على الإطلاق. رمضان مبارك، يسنمير فلاون أوزم باللغة الأمازيغية، وسلانجو بالتبوية. قبل ما نبدأ في الحلقة، خلي نعاود الأبيات اللي بديت بها، اللي هي جزء من تعلم كل فقيه إباضي اليوم وفي أي مكان يكون فيه الإباضية في العالم، وهو المتن النونية في العقيدة الإسلامية، يتكون من حوالي 182 بيت، ويحفظها الطلبة حتى اليوم. تقول الأبيات: سأهدي إليكم من كلامي قصيدة أقدمها للنفس يوم التغابن، أروم بها إحياء علم عقائد درسنا فلم يحفل بها كل معتني. فأول علم يلزم العبد فرضه على الفور توحيد الإله المهيمن، فإن أدرك التوحيد درج غيره، وإلا فما أحراه شبها بذي وثني. أقول بأن الله حق حقيقة، وقد كان لا كينونة من مكوني، كما كان قبل الخلق قد كان بعده، وقد سبق الأوقات كونا بلا كني. لعندما يوصل في نهاية الأبيات اللي تقول: إلى الله أدعو تخالجا، ولا مرية في الدين فرضا أو أحزني، رضيت به ربا وأحمد عبده رسولا، وبالإسلام دينا لديني، وبالدعوة الغراء كالشمس نحلة، أئمتنا ظهر الكرام، زهر كرام التدين. هذه يعني قصيدة طويلة حقيقة، الأبيات هي للشيخ فتح ابن نوح التملشائي، أحد المتون زي ما قلت اللي يحفظها الإباضية في ليبيا، في تونس والجزائر وعمان وزنجبار حتى اليوم. صحيح هي متون في التوحيد، لكن لا تخلو من أبيات عن المواعظ ومحاسن الأخلاق وعدم المراء والى اخره، يعني والإخلاص والمواضيع هذه كلها. هذا المتن الى جانب عقيدة التوحيد باللغة الأمازيغية اللي ترجمها عمرو بن جميع، ولا جزء من زاد المتعلم في العقيدة والفقه حتى عند عامة الناس. عقيدة التوحيد متاع التملوشائي فيه عليها طبعا شروح هلبة وطباعات هلبة، اهمها واشملها الطبعة الحجرية متاع الشيخ سليمان باشا البروني الله رحمه، وطلع بعضها طبعا شروح وطبعات هلبة، مش هذا مجالها. ونهنا مش باش نشرح موضوع عقدي أو نسوق لمواضيع اجتهادية، موضوع هنا تاريخي صرف، ومبين قداش من تاريخنا مجهول، قداش ليبيا فيها من تنوع واختلاف، وعندنا عمق أكتر بكثير من الناس يتصورها. الأبيات هذه زي ما قلت صاحبها ليبي، ومن جبل نافوسة مرة أخرى صاحبها ليبي، وتدرس في كل هذه الدول اللي ذكرتها، وصاحبها من جبل نافوسة مدينة أتملوشايت تحديدا، لكن شعرها أصبح زي ما قلت جزء من تحصيل الطالب في كل الدول اللي تكلمت عليها بكري. وأهم شرح عليها هو شرح اللي داره الشيخ إسماعيل الجيطاني الله يرحمه، وهذا من المؤكد بندير عليه حلقة في هذاك الموضوع.
متن النونية حقيقة في العقيدة الإسلامية مش هو موضوعنا، وإن كانت الأمور ديما مرتبطة ببعضها. موضوعنا زي ما قلت شخصية ليبية مغمورة، وتعتبر من أول من سافر لطلب العلم. يعني قبل حتى ما يجينا هذا العالم بالمذهب الإباضي في ليبيا، ويجينا ابن زياد الطرابلسي بالمذهب المالكي، هذا جابنا المذهب الإباضي، وابن زياد علي بن زياد المالكي الطرابلسي جابنا المذهب المالكي. السؤال بنسأله مرة أخرى، شن هو المذهب اللي كان سائد في ليبيا في هذاك الوقت؟ طبعا حقيقة ما كانش فيه مذاهب في قبل ما يجيب هذا الإباضية ويجيب هذاك المالكية، لأن هم اللي جابوهم. فقبلهم ما كانش في هذه المذاهب، هذه ولو كانتش منتشرة، وما كانش منتشرة أصلا في بلدانها لأنها نشأت بعدها. لكن أصلا الباين قبل نشأة المذاهب الإسلامية المعروفة اليوم، كان الإسلام في ليبيا والمسلمين على مذهبين: مذهب أهل الكوفة زي ما قال الشيخ حمزة بو فارس في الحلقة اللي فاتت انقلت عليه، وعليه علي بن زياد الطرابلسي، ولكن كذلك في حضور مهم وقوي لمدرسة البصرة اللي كان يمثلها عكرمة مولى ابن عباس، اللي جي زيارة لليبيا واستقر في القيروان وكان عنده أتباع مهمين بعدين بنجوع عليهم، وحتى قضية المجيء هذه فيها نقاش. المهم، ولكن فيه ملاحظة مهمة لازم نعرج عليها مستقبلا، هي أن أهالي جبل نفوسة يعني اللي كانوا كلهم تقريبا على المسيحية قبل الإسلام، لما خشوا الإسلام خشوا عن طريق المذهب الإباضي وأتباعه بدون أدنى شك. صحيح عمر بن العاص غزا مدينة شروس وهي عاصمة جبل نفوسة، لكن كان يأخذ عليهم في الجزية وما استقرش أبدا، وقعد فترة وجيزة جدا، فكان الصلح معهم عن طريق الجزية وإعطاء الماء المقابل المسالمة. يعني ما استقرش الإسلام بعدها بكل خصوص. المهم، هذا بسبب الظلم والاضطهاد والجزية والسبي والمشاكل، هذه مش مجالها، اللي هو متواتر عن كل كتب التاريخ، اللي ما نجيبش حاجة من عندي، ولكن لابد نولولها لما نديروا حلقات عن التاريخ الليبي العام من بدايته إلى الوقت اللي نعرفه. زي ما قلت في موضوع الحلقات اللي فاتت، أسماء علماء هلبة ضاعوا وكتب انحرقت وانطمست، ولكن في وضع الإباضية يختلف شوية الموضوع، يعني في موضع المالكية هذا قلت لك كلام هذا، لكن في الإباضية يختلف الموضوع شوية. وصلنا كتب سير الأئمة الإباضية في ليبيا ترجع للقرن الثالث الهجري، بل حتى القرن السادس والتاسع والرابع عشر، يعني عندنا معلومات هلبة عن المذهب وأهم علماءه، بالرغم من تعرض هذا المذهب للاضطهاد والتضييق. لكن لقينا كتب مش شوية، بعضها تم اكتشافها في فترات متأخرة، وبعضها وصلنا داخل كتب أخرى، يعني يكون الكتاب مضمن في كتاب آخر. ولكن بالرغم من هذا، نلقوا فيه إشكالية الإشارة لعلماء الإباضية في ليبيا بشكل مكثف خارج جهة جبل نفوسة وزوارة وغدامس. المعلومات شحيحة لكنها واردة كإشارات، زي ما صار في علماء المالكية كمثال، لما ولا نجيبوا اللقب متاع الشخص باش نعرفوا منين جاي من منطقة ليبيا. تعرفوا لو بنحصوا كتاب مثلا زي كتاب السير للشماخي، وهو من أهم كتب السير بالنسبة للإباضية ولتاريخ جبل نفوسة، نلقوا 550 عالم في الكتاب هذا، 550 عالم، منهم 238 من جبل نفوسة بروحها. في 550 عالم فيهم 238 من جبل نفوسة بروحة، يعني قريب النص، والنص الثاني مش شرط في ليبيا بالحدود الجغرافية اللي نعرفوها اليوم، وإنما بكل أفريقيا الشمالية، نلقوا هلبة من تونس والجزائر. ولكن بالرغم من هذا، من خلال الأسماء نلقوا أسماء ليبية من خارج جبل نفوسة وزوارة وغدامس. الإباضية في أعز فتراتها كانت منتشرة في كل أرجاء ليبيا، من جدابية حتى الجنوب التونسي، ومن الساحل حتى تخوم فزان. زي ما قلت، نلقوا إشارات هلبة على التواجد الإباضي في كل أرجاء ليبيا، وحتى زي ما درنا مع المالكية نلقوا علماء مذكورين، وخصوصا بألقابهم زي ما قلت، في مناطق مختلفة في نفس الفترة اللي بنتكلم عليها على العالم هذا ابن مقطير الجناوني. نلقوا مثلا ألقاب زي الفزاني، مثلا منهم عبد الخالق الفزاني وإدريس الفزاني، كذلك مجموعة تحمل لقب الفزاني منهم بكار بن محمد الفزاني، هذا كان عنده شأن كبير. نلقوا لواتية من ناحية جدابية زي سلام بن عمر اللواتي، وأهم منه كان فيه عمر بن مكتن، أحد أهم الشخصيات اللي بنجو عليهم بعدين.
عاش في سرت، هو من جدابية عاش في سرت، وفيه اللي كان عنده منصب سياسي كبير بعدين اللي هو يوسف اللواتي البرقي وزير الإمام أفلح بن رستم، وميال بن يوسف العاصمي اللواتي، هادو كلهم من برقة، من جدابية تحديدا. من برقة كذلك نلقوا طرابلسية زي العباس بن أيوب الطرابلسي، نلقوا شخصيات زي مهدي بن عاصم الزناتي، والزناتي هذه كانت كانوا القبائل الأمازيغية اللي حول مدينة طرابلس، ووسيل الزواغي حتى هي من نواحي طرابلس، ابن درار الغدامسي، الحصيل كل أرجاء ليبيا. نلقوا السوكني الهواري من مصراتة والملزوزي أيضا، هواري جناو، جناو اللي هي جناو غالبا، بن فتى المديوني، فزاني، يعني نلقوا ألقاب زي الأجدابي والفزاني والزواغي والطرابلسي والهواري والزناتي والغدامسي والنفوسي، وكان بنسرد يعني نبو حلقة بروحها لكترتهم. به خلي نولي لشخصياتنا متاعنا متاع اليوم، يعني وبنجيب شخصيات أكثر مستقبلا، لكن هذا الأول أهمها وأقدمها، وزي ما قلت فيه اللي هو طالب ليبي جدا مغمور وقليل ما نسمع له، لكن يعتبر شخصية جدا مهمة بالنسبة لأتباع المذهب الليبادي، اللي هو الشيخ عبد الحميد بن مغطير الجناوي النفوسي. يرجع أصله زي ما قلت في اسمه لمدينة اللي هي اليوم قرية من قرى جبل نفوس الرئيسية اللي هي إيجناون ولا إيجناون، وهذه القرية طلع منها علماء هلبة، أهمهم عالم علم الكلام النفوسي. إيه علم الكلام صحيح، عندنا علماء في علم الكلام في ليبيا، يحيى بن الخير الجناوني، وهذا موضوع تاني ومتأخر هلبة على صاحبنا اللي نتكلم عليه. وعلم الكلام موضوع كبير هلبة، يعني جل بل أغلب معظم الثقافين أو معظم الثقافين الليبيين لما يسوقوا في أمثلة لعلم الكلام وأهميته في بداية الإسلام وإلى آخره، يجيبوا في أمثلة ديما برا من ليبيا، خصوصا أمثلة لبعض المعتزلة وغيرهم، ويجيبوا أمثلة من خارج ليبيا من مناطق بعيدة، لكن قليل جدا اللي يجيب في أمثلة من ليبيا. طبعا في الغالب جهل منهم لما تحتويه ليبيا من شخصيات في هذا المجال. به نولوا لمغطير الجناوني في عز شبابه هذا. مغطير حقيقة شخصية مهمة جدا بالنسبة حتى لي، يعني نحس الفترة اللي هو عاش فيها، وخلينا نشوفه مع بعضنا باش ونحط ناسنا في الفترة هذيك اللي عاش فيها. في عز شبابه تعلم في مدينة طرابلس، وكانت طرابلس معبية علماء في كل المجالات، يعني والصراع قوي بين المدارس الكوفية والبصرية في ليبيا، وهذا الحال مع أغلب العالم الإسلامي، وزيه زي ما صار لعلي بن زياد الطرابلسي، كان باب هوارة وباب زناتا كان هم البوابات اللي يمروا عليها العلماء، وحتى بعض التابعين على فكرة يمروا عليها، فهم يتعلموا منهم واللي رايح واللي جاي، وهذا كله زي ما قلت قبل ما تتكون المذاهب الإسلامية أصلا، ومرات حتى قبل ما تتجمع كتب الحديث. ويخي زي ما بنجو حتى الكتاب المصحف نفسه ما كانت متجمع في مكان واحد وما كان يوصل لكل الناس، وتكون في يد الناس نسخة كاملة للقرآن في هذاك الوقت. القرآن كان متجمع لكن ما كانش توصل لهم نسخ متكاملة بهذاك الوقت، لأن زي ما تعرفوا العملية أخذت وقت وإلى آخره. تخيلوا معي في أقل من 85 سنة من عمر الإسلام في ليبيا نلقوا طالب يجي يعني للتابعين وأتباع التابعين ويبي يتعلم منهم واحد واحد، ويبدأ يسمع لبلدان الإسلام البعيدة وشخصيات ويجتهد كل الناس، يعني ويحاول يجتهد يعني كل يوم لين يوصل به الوقت يحس أن البلاد خلاص معاش تسد الشغف متاعه وحبه للقراية والاطلاع وحبه للمعرفة، وحاب يستزيد من المعارف متاعه، يمشي قرر قرار مش سهل كشاب في مقتبل العمر أنه لازم يمشي لمصدر كل هذه الآراء وكل المعلومات هذه. لازم قلت لكم كان الصراع في 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 أوجه في هذاك الوقت بين المدرسة الكوفية، والصراع كان محتدم بين مدرسة الكوفة والبصرة، فكان يسمع بالعراق، يسمع بالبصرة، الكوفة، بغداد في نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسي. أني طبعا مش قادر نتخيل الجراءة اللي ممكن يكون عليها طالب علم في هذاك الوقت والإمكانات اللي ممكن تتوفر له باش يدير هذا كله. أنتوا تتخيلوا معاي ولا لا؟ ليبيا في هذاك الوقت مع عمر يعني مع ليبي في هذاك الوقت مع عمرك قريت عليه في المدارس ولا عمره سمعت به زيه، يعني زي الملك علي بن زياد لما بنقرأ في المناهج الليبية ما نعرفوا شيء حتى في الدين عن الرواد الليبيين.
كل اللي نعرفه على دول الجوار. هذا طبعا من في نظري هذا من الشخصيات اللي مفروض تسمى بها شوارعنا وتنحط في توابعنا البريدية وتنحط حتى في مناهجنا وعلاش لا في العملة متاعنا. يعني مثلا عندنا شوارع بأسماء الحجاج ابن يوسف بن حجاج الثقفي وحجاج بن يوسف الثقفي وسامحوني ومعاوية وغيره. يعني أهنين لما نقول هذه الأسماء لازم تتعرف بها ويعرفوها الليبيين ويعرفوا تاريخهم. أهنين نتكلم عليه ديما الموضوع اللي نتكلم عليه اللي هو توطين المعارف، التليب 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 يا ناس. ليبيا وأهلها وتاريخها هم الأولى بكل شيء مفروض يكون عندنا. ولما نقول الهوية ضايعة والناس ما تعرفش بلادها، هذه أشياء بسيطة لكنها مهمة جدا في هذا الموضوع. به مغطير الجناوني قرر يشد الطريق كان يعني وكان مشي للمدينة المنورة، في الغالب هي الأولى لأداء الحج طبعا في طريقه، وهو ماشي عن طريق مصر. ومنها بعد ما قعد ما كتب الله ودار فريضة الحج وقعد في المدينة المنورة قرر يمشي للعراق اليوم وتحديدا البصرة. لما هو تخيلوا معي لما هو مصلي البصرة كان إمام الإباضية في هذاك الوقت هو الشيخ أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة، كان الإمام الثاني بعد جابر بن زيد. جابر بن زيد هو كان الإمام الأول اللي يعتبر فيه الإباضية، وحنجو موضوع كلمة إباضية ومنين جت إلى آخره. حقيقة الإباضية أنفسهم ما يستخدموش فيها الكلمة هذه لعند فترة متأخرة، وهذه حندير لها حلقة في المستقبل إن شاء الله. كان الإمام الأول جابر بن زيد والثاني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة وربي يرحمهم أجمعين، وهذا بنجوه فيه لما نتكلموا عليه تاريخ الإباضية ونشأتها. معلومة جانبية بس يعني أبو عبيدة، عبيدة هذا اسم بنته، عبيدة اسم بنته أبو عبيدة، وكريمة هي عمته الكبيرة. أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة، يعني إشارات هلبة في التاريخ تبين أن الإسلام الأول رؤيته للمرأة مختلفة عن المتأخرين، وهذه بالك نجيها في وقتها. معليش أنا ديما نطلع من المواضيع الجانبية بس للتوضيح، ومرات هيك ندكن على بعض القضايا لأن الناس ما تنتبهش لهذه الأمور. به لما نقول مشي للبصرة ما بين 105 إلى 110 هجرية، أنا نتكلم على حوالي 50 سنة قبل زيارة علي بن زياد الأطرابلسي للمدينة المنورة. وزي ما قلت وقلت حتى المذاهب ما زال ما تبلورتش، يعني مثلا المذهب الحنفي بعدها بحوالي 40 سنة تكون المذهب الحنفي. المذهب الإباضي يعتبر من أقدم المذاهب قبل حتى المذهب الحنفي. وحتى المذهب الإباضي نفسه ما كانش عنده تدوين فقهي في البداية، كانت متأخرة هلبة. التدوين العقدي هو اللي كان مهم، ولكن الأهم منه هو الآراء السياسية ورؤيتهم السياسية بالذات في كيف مفروض تكون الأمة الإسلامية وكيف يكون نظام الحكم وإلى آخره. وكانوا بإجماع المؤرخين المجموعة النادرة اللي قادها أئمة من جميع الأجناس والأعراق. يا أخي قادتهم أئمة، قادهم حتى بعض الأئمة اللي هو كان أسود البشرة بدون أي حرج من بدايتهم زي أبو مرداس وغيره. يعني لما تتكلم عن التاريخ الإسلامي رو أنت تتكلم على ناس احتكرت الحكم واحتكرت هذا في لمدة طويلة، يعني قضية المشاركة في الحكم والتعددية لآخره قضية جدا جدا حساسة في التاريخ الإسلامي، ولكن من الأئمة الأوائل زي ما قلت أبو مرداس كان أسود البشرة، فالأمر يعني ما كانش كانوا هم متفردين بهذا التاني. مرة تانية أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة هو شيخ الجناوني هذا اللي نتكلم عليه، وبينه وبين الرسول لو تتخيلوا معي بينه وبين الرسول شخصين فقط. أبو عبيدة قريع لجابر بن زيد وتلاقى بصحابة هلبة ويعتبر تابعي، يعني تلاقى ونقل عن بعض الصحابة زي أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. يعني أخونا الجناوي رحمه الله أخذيه طول من التابعين، وهذا جدا نادر في تاريخ ليبيا، قليل ما نسمع به. يا أخي بن مغطير الجناوي نفسه قري معاه ناس كان لهم شأن كبير بعدين، يعني مثلا قري معاه بشر بن بشر الخرساني. إيه قري معاه الجناوي هذا صاحب المدونة الصغرى والكبرى في الفقه الإباضي، هذا أول من بدأ يدون في الفقه، وهذا انكتب في القرن الثاني. وهذه مدونة مترجمة طبعا للأمازيغية وهي مازال متوفرة حتى اليوم، هذه أكبر وأقدم كتاب كتب بالأمازيغية في ليبيا في هذاك العصر، وبنجو عليها في لما تكلموا على المخطوطات الليبية النادرة في وقتها.
وقري معاه جامع الأحاديث الربيع ابن حبيب الأزدي، جامع الحديث متاع حديث نبوية، وهذا كتاب الحديث يعتبر العمدة عند الإباضية. ومنه سمع الحديث وجاي لليبيا، الجناوني سمع الحديث من هذا وقري مع مسلم وابن أبي كريمة، وعاود نشره في الغالب في ليبيا على نفس الطريقة. في تعرف أنت كل المذاهب عندهم تسلسل أئمة الدين، يعني كيف وصلهم المذهب وصلهم الدين عن طريق الأئمة متاعهم حتى يصل الرسول صلى الله عليه وسلم. خذ لك هذه القصيدة باللغة الأمازيغية اللي هي نظم يحتفي بأوائل أئمة الدين اللي منهم الجناوني، وتقول: ألسان غبابة تروى النكلان تسلان، ألسان غبابة تروى النكلان تسلان، يعني عودنا يا بوي أولادك احنا نسمع منك، يعني دارها كأنها حوار. أتوت أطفت أبري دي مزوران، يعني شدوا طريق لولين، ياكي لاقي بيان اتفوتي جنوان، يبيت سلاوان أكوش دوس أيسر النغ، والتبدلت أصرت ستيغر النغ، ألسان غبابة تروى نكلان تسلان، هذه اللازمة أبابة نوزقر، يعني ما تغيرش طريقك أصرت النغ، يعني الطريق متاعك. أكوش هو الله باللغة الأمازيغية، أيسر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أبابة نوزقر أجابري جروان، إتادئي منزان محمد ومشان، ألسان غبابة تروى النكلان تسلان، ألسان غبابة تروى النكلان تسلان. عبد الحميد بن مغطير الجناوني يضاف لإسمه مرات محمد، وهذا مش تابت في نظري، وهو المذكور في الأبيات اللي ذكرتها قبل شوية. إتادئي منزان محمد ومشان، ألسان غبابة تروى النكلان تسلان، يعني مذكور في سلسلة الدين بالنسبة للإباضية. المهم بعد ما تشبع البغطوري، بعد ما شبع الجناوني، مغطير اسمه الجناوني، علم ومعرفة، وحس شيوخه أنه جاهز واخذ الإجازة في العقيدة والفقه والدعوة، روح لليبيا. قعد مستقر ما بين طرابلس وجبل نفوسة، وفي هذاك الوقت المذهب الإباضي كان متحارب من قبل العباسيين، وكان كل شيء يتم في سرية بعيد عن الأنظمة اللي جعلت الخلافة الإسلامية وراثية، وهم طبعا كانوا ضد توريث الحكم الإسلامي، وهذا مش موضوعنا طبعا، لكن حبيت يكون عندنا تصور على الفترة الزمنية اللي هو كان فيها. روح مغطير هذا، وفي هذه الفترة كان الكثير من أهالي نفوسة على الدين المسيحي، يا أخي قعدت المسيحية منتشرة في الجبل وفي بعض مناطق طرابلس حتى القرن الخامس الهجري، وهذا بنشوف في وقتها. الشاهد الجناوني هذا زي ما قلت يكون أول ليبي على الإطلاق، وصلنا خبره اطلع من ليبيا لطلب العلم، وولى وقعد في ليبيا بين أهله وتوفى في ليبيا. بعدين نلقوا معلومات هلبة عليه، قعد مستشار متاع الإمام ومفتي ومعلم، والغالب هو اللي جاب أخبار وسير المشرق وأخبار المذهب غادي، بحيث دونه هلبة من المؤرخين بعدين اللي بنجو عليهم. وهو اللي من المؤكد من الناس اللي شجعت حملت العلم اللي هم نشر المذهب الإباضي في كل أفريقيا الشمالية. بعدين هو صحيح كان بروحه، لكن بعدين صار فيه خمسة من الناس امشوا للمشرق تعلموا المذهب الإباضي ورجعوا إلى شمال أفريقيا وبدوا في النشر متاعه، وبعضهم كون حتى دول، منهم ثلاثة من أصول أمازيغية اللي هم إسماعيل بن درار الغدامسي، منهم أبو داود القبلي وعاصم السدراتي، أبو داود القبلي النفزاوي وعاصم السدراتي، واثنين منهم من أصول، واحد عربي والثاني فارسي، اللي هم عبد الأعلى بن السمح المعافري اللي هو يمني، وعبد الرحمن بن رستم اللي هو فارسي. هادو الطلبة بدون شك يعني مهد لهم الطريق عبد الحميد بن مغطير الجناوني النفوسي، هو اللي مشي الأول باش رجع وهم ولوا تاني، واللي طبعا هو نفسه عاشره مدة طويلة اللي قدرها البعض بمية وخمسة سنين، وحضر من خلالها عودة طلبة العلم هادي، أو أول حملة من حملة العلم زي ما يسميهم أتباع المذهب لبعضه، واللي بدون شك كان لهم مذهب يعني كان لهم فضل نشر المذهب بشكل علمي وواسع، ويخي كونوا أول دولة وأطولها من هالدولة الرسومية اللي دامت أكثر من 130 سنة واتسمت بالعدل بشهادة المخلفين لها، وهذا موضوع تاني حنجوه لما نتكلموا على تاريخ بلادنا العام.
يعني حنتكلم عليها بصورة ما عمرك تلقاها في الكتب المدرسية. قعد الجناوني مستشار للإمام عبد الوهاب بن رستم، يا أخي حضر قيام 5 محاولات لإنشاء دولة ليهم مستقلة عن العباسيين، وباختصار شديد فيه طلبة ليبيين ذكرت منهم، يعني غير باش نحاول أنني نعطي تصور على الفترة اللي نتكلم عليها، ونبين أن ليبيا راهي ولادة وفيها شخصيات مهمة، لكن للأسف ما نعرفش شنو السبب أن ما فيش حد يتكلم عليهم. منهم زي ما قلت المرة اللي فاتت علي بن زياد الأطرابلسي اللي جاب المذهب المالكي لكل أفريقيا الشمالية، ومنهم إباضي آخر اللي هو عبد الحميد بن مغطير الجناوني، وهذه بدون منازع من رواد العلم في ليبيا وفي كل شريقة أفريقيا الشمالية، رحمهم الله رحمة واسعة. تخيل أنت تتكلم على ليبيا اليوم وعندك 2 من الشخصيات اللي هم الفضل في نشر المذهب المالكي في كل أفريقيا الشمالية، والتاني ليه الفضل في نشر المذهب الإباضي في كل أفريقيا الشمالية. هذا الشخصين الجناوني والأطرابلسي كانوا من أهم الأعلام في ليبيا. مرة أخرى نعاود ونقول المناهج المدرسية في ليبيا لازم تحتفي بهذه الشخصيات الليبية وغيرها، مما يعني ويكون حتى أشياء أخرى في يد الدولة لازم تحتفي بهذه الشخصيات، زي ما قلت الطوابع البريدية، أسماء الشوارع، أسماء مطارات، أسماء ما نعرفش، يعني في طرق هلبة العالم يحتفي بها بشخصياته. احنا عندنا أشياء دول أخرى تتمنى يكون عندها ربعها، ومع هذا احنا ما نحتفوش بهم. ولازم نتعلم التعايش والتسامح زي ما داروا الأولين. وفي هذا فيها بيت شعرية لشاعر الوطن أحمد رفيق المهدوي حبيت نختم بها، الله يرحمه، يتكلم عن رحمة الاختلاف، يقول فيها: من معجزات شريعة الإسلام للناس صالحة مدى الأيام، غراء واضحة تلائم فطرة كل العصور بصائب الأحكام، كفلت سعادة من بصاحبها اقتدى، دنيا وأخرى فهو خير إمامي. فانظر إلى أحكامها ترى أنها ليست على شيء من الأوهام، أساسها وحي الإله وسنة مروية عن سادة أعلام، قبسوا من النور المبين فبينوا للناس كل محلل وحرام، هي كالنجوم إذا اقتديت بمذهب فقد اهتديت به إلى الإسلام. كل المذاهب في الحقيقة راجع للأصل ليست موضعا لخصام، والاجتهاد إذا تخالف رحمة للناس فهو تخالف لوئام. أحمد رفيق المهدوي سمي شاعر الوطن لسبب مهم جدا، وهو كونه ولد في فصاط وعاش في مصراتة والزاوية وبنغازي، وهو أصلا من بنغازي وأطرابلس، وتنقل وقري في كل هذه المناطق بكون أبوه كان مفتش مدرسي وينتقل بكل هذه المناطق الليبية وكل ربوع ليبيا، دار أشعار ويعني أبيات احتفى بها بكل شيء فيه ليبيا ومدن ليبيا وقراها، ويعني وهذا هو في نظري عين التليب، وهذا اللي نصبوا إليه في هذه السلسلة اللي سميتها ليبيا زي ما هي. السبب في هذه التسمية نبي الناس تعرف بلادها أكثر وتعرف تاريخها أكثر وتجتهد وتعرف هذه الأشياء اللي غيبت لقرون ولعقود عنا. راهو بلادنا تزخر زي ما قلت، ونعاود منكرر بشخصيات مهمة وحنتكلم عليهم واحد بعد الثاني، وشخصيات ترجع لها الفضل في أشياء كثيرة في أفريقيا الشمالية. المهم على شبابنا أنهم هم يعرفوا أن بلادهم ولادة زي ما يقولوا، ما ناقصها شيء غير اللي ناقصها أنكم تتعلموا وتجتهدوا وتتعلموا أكثر على تاريخنا وكل ما يتعلق ببلادنا. تحياتي وإلى اللقاء في حلقة جاية بإذن الله، حتكون عن شخصية تانية أو عن موضوع تاني أيضا متعلق بشهر رمضان وبالإسلام وبتاريخ الإسلام في ليبيا، ويتعلق كذلك بعادات وتقاليد رمضانية. تحياتي وإلى اللقاء إن شاء الله. أرتفات بالأمازيغية تعني إلى اللقاء كذلك. السلام عليكم.